أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة. يأتي هذا في إطار رد الحزب على مقتل القيادي وسام الطويل أمس. وذكر حزب الله أنه أطلق عددا من المسيرات الهجومية على المقر العسكري في مدينة صفد الذي استهدفه لأول مرة. ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باغتيال المسؤول البارز في حركة حماس حسن عكاشة. أضافت القناة الإسرائيلية أن عملية الاغتيال تمت على خلفية مسؤولية عكاشة عن إطلاق الصواريخ من سوريا على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وصرح الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على حسن عكاشة في بلدة بيت جن في سوريا، مضيفا أنه لن يسمح بإطلاق الصواريخ من سوريا على إسرائيل وسيواصل العمل ضد أي تهديد خارجي.